بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف أتحدث عن Gender and Age Detection with OpenCV، أي تحديد الأعمار والجنس لبعض الصور باستخدام مكتبة OpenCV. لدي هنا على سبيل المثال مجلد يحتوي على صور مجموعة من الأفراد. أريد أن أحدد الفئة العمرية التي ينتمي إليها الشخص الموجود داخل الصورة، وكذلك نوع هذا الشخص ذكر أم أنثى. قبل البدء في كتابة الكود نقوم بنسخ مجلد الصور داخل مجلدات المشروع. نضغط هنا رايت كليك على مجلد الصور، وبعدها نختار كوبي نسخ. نتجه إلى البروجيكت تاب، وهنا داخل مسار المشروع نضغط رايت كليك ونختار بيست. هنا تظهر نافذة، هل تريد نسخ المجلد باكيتشرز بهذا الاسم إلى داخل المشروع؟ لو أنا أريد أن أغير الاسم أكتب اسم جديد، لكن سأترك الاسم كما هو، وهذا هو مسار المشروع فأختار هنا أوكي. يقوم بلصق الصور جميعها داخل مجلد باكيتشر، وهذا المجلد من ضمن مجلدات المشروع، أي داخل مسار المشروع الحالي. بعدها أجد هنا أيضا مجلد آخر يطلق عليه ديبندينسز. هذا الملف يحتوي على ديبندينسز، بعض الملفات التي سوف تستخدم في كتابة المشروع. هذه ملفات بروتو تكست وأيضا ملفات موديل. بنقوم بنسخ هذه الملفات أيضا، هي تحتوي على خوارزميات تحديد الفئة العمرية وتحديد الجنس. تم كتابة هذه الملفات من خلال بعض المبرمجين لتحديد الفئة العمرية. بعدها هنا بنحدد هذه الملفات جميعها، رايت كليك ونختار كوبي نسخ. نغلق الفولدر ونتجه إلى مسار المشروع، وهنا رايت كليك واختار بيست لصق. بيسألني هل تريد كوبي سبيسيفايد فايلز، هل تريد نسخ الملفات التي تم تحديدها؟ اختار اوكي. يقوم بنسخ هذه الملفات داخل مجلد المشروع. بنتجه هنا لكتابة الكود التالي. بنقوم باستيراد المكتبة الرئيسية التي ستساعدنا في تحديد الأعمار والجنس لهذه الصور. فبنكتب أولا import، وأكتب هنا اسم المكتبة ماجد، وأعطاها alias name as mg. من أول السطر بكتب هنا mg، أي alias name mg dot، وأكتب هنا detect face، يعني أعمل تحري لهذا الوجه. وبعدها single codes، وأدخل هنا صورة موجودة داخل المجلد pictures. فبكتب هنا المجلد pictures أولا، وأستخدم واحدة من الصور الموجودة داخل مجلد pictures. فعلي هنا أن أكتب المسار أو المجلد أولا pictures، وبعدها backslash، ونكتب اسم الصورة. سأقوم بعمل detection للصورة وليكن heed1. فبكتب هنا اسم الملف الخاص بالصورة heed1.java.j، وبعدها نضغط run. هنا عمل detection للوجه الخاص بهذا الطفل داخل الصورة. وجد هنا gender، أي نوع هذا الطفل أو الشخص، هو ميل مذكر، والفئة العمرية التي ينتمي إليها ما بين المدى 4 إلى 6 years. نغلق ملف الصورة. نجد أيضا في نافذة الأوتبوت كتب لي هنا gender male والإج من 4 إلى 6 years. لنجرب صورة أخرى وليكن على سبيل المثال girl 1. نقوم بحذف اسم الأول kid 1، وبنكتب اسم الملف الجديد girl 1 أو girl 2، ونتأكد من كتابة الاسم جيدا girl 1، والامتداد مكتوب بصيغة صحيحة. قام هنا بعمل detection للوجه الخاص بالصورة، ومن خلال تحديد الوجه والخوارزميات التي وجدت في هذه البروتو تكست والملفات الديبندينسز الموجودة، وجد أن عمر هذه الفتاة ما بين 22 إلى 25، ووجد الجندر نوع هذه الفتاة فيميل أنثى. نغلق هذا الملف. نجد هنا أيضا في نافذة الأوتبوت كتب لي جندر فيميل والإج 20 إلى 25.
ناتي أيضا بصورة فتاة أخرى وليكن جارلتو، بنحذف هنا 1 وبنكتب اسم الملف الثاني ونتأكد من كتابة الاسم الملف جيدا ونضغط ران. وجد داخل هذه الصورة أيضا الجندر هنا فيميل والفئة العمرية التي تنتمي إليها هذه الفتاة بين 4 إلى 6 years، ورسم لي هنا مربع تحديد باللون الأخضر حول وجه الفتاة، وكتب لي هنا أيضا النتيجة جندر فيميل الإيج 4 إلى 6 years. لنجرب صورة ثالثة وليكن صورة مثلا ويمن امرأة، فبنكتب هنا ويمن ونقوم بالتأكد من أن اسم الملف الخاص بالويمن صحيح بالوقوف عليها مجرد لحظات ونضغط ران. وجد أن هذه الفيميل هذه الأنثى الفئة العمرية التي تنتمي إليها 26 إلى 32، وكتب هنا فيميل. نغلق هذا الملف ونجد هنا داخل نافذة الأوتبوت جندر فيميل الإيج من 26 إلى 32 years. لنفرض أننا أريد أن أقوم بعملية ديدكشن وحفظ في نفس الوقت لكي أحتفظ بهذه البيانات داخل مجلد آخر، أقوم هنا بوضع علامة الهاش للأمر الأول وبنكتب هنا أمر جديد، فبنكتب هنا الالياس نيم ام جي دوت، وبنستخدم الميثود الثانية ديدكت سيف فيس، يعني اعمل ديدكشن ثم احفظ الملف. بعدها بنقوم بكتابة الاسم، طبعا هنا بيظهر لي سورس وتارجت، يعني بقول لي اكتب لي السورس الاول اي اسم الملف الذي سوف يستخدم كسورس كمصدر، وبعدها خد كوما واكتب لي التارجت، فبكتب هنا ار وبعدين سينجل كودز، واكتب ايضا اسم المسار الذي توجد بداخله الصورة ولتكن مثلا هذا المسار هو باكتشرز، فبكتب هنا باكتشرز، وبعدها نكتب بعد الفولدر باك سلاش، ثم نكتب اسم الصورة التي سوف استخدمها وهي على سبيل المثال كيد 1 دوت، واكتب الامتداد الخاص بها جا باجي، وبعدها هنا اخذ كوما واحدد الفولدر الذي ساستخدمه لحفظ الصور فيه واسم الملف يتبعه، لكن ساقوم هنا بعمل فولدر على سطح المكتب رايت كليك وبعدين نيو ونختار فولدر، ثم نكتب اسم الفولدر على سبيل المثال اوت بوت، ونقوم بفتح هذا الفولدر، يفتح لي نافذة الويندوز الخاصة بها، بنضغط هنا في منطقة الأدريس الخاصة في منطقة الباث المسار بيظهر لي الفولدر كاملا، وبعدها أضغط كوبي نسخ وأتجه إلى محرر الأكواد مرة أخرى وأضع هنا سينجل كودز، وأقوم هنا بعمل رايت كليك داخل السينجل كودز وأختار بيست لصق، بيقوم بلصق مسار المجلد الجديد، بعدها أضع هنا باك سلاش وأكتب اسم الصورة التي سوف يقوم بالنسخ إليها وحفظها بهذا الاسم الجديد، فبكتب هنا kid1.jpg، ثم نضغط رن، أعطاني هنا رسالة أن هنا يونيكود ايرور، في خطأ هنا في الكود عندي، هكتب هنا R في هذه المنطقة، أكتب R ثم نضغط Run مرة أخرى، فتح اسم الملف Source المصدر، وأيضا عمل Detection حول منطقة الفيس، وضع لي بوكس لونه أخضر، ووجد الجندر هنا ميل والفئة العمرية الإيج الذي ينتمي إليه هذا الشخص الموجود في الصورة هو من 4 إلى 6 years. لنرى هل يا ترى نسخ هذا الملف السورس إلى الفولدر المستهدف هنا، بنفتح مجلد أوتبوت نجد صورة الطفل هنا، بنفتح صورة الطفل نجد أنه حفظ الصورة الجديدة بعد رسم الديدكشن عليها والنص عليها الذي يحدد نوع الطفل والفئة العمرية التي ينتمي إليها. لنجرب صورة أخرى، بنفتح تاني محرر الأكواد
وأطبق مثلا على جيرل 1، فأكتب هنا أقوم بتعديل السورس فايل هنا وأكتب جيرل 1، وأيضا أقوم بتعديل الملف التارجت هنا وأكتب هنا جيرل 1 مع التأكد من الاكستنشن الخاص بالملف موجود كما هو أي امتداد الملف. نضغط ران. قام هنا بفتح الصورة الأصل أي ملف جيرل 1، وجدها هنا الجندر فيميل والفئة العمرية التي تنتمي إليها هذه الأنثى من 22 إلى 25 years، وذي منطقة الفيس. قام برسم بوكس هنا الحدود الخاصة به حول الوجه لونه أخضر، وكتب لي أيضا في نافذة الأوتبوت هنا الجندر فيميل والإيج 22 إلى 25 years، لنرى هل حفظ الملف الجديد داخل الفولدر أوتبوت. أجد هنا الفولدر أوتبوت صورة الفتاة الجديدة. وكذلك يمكن عمل تطبيق إما دالة ديدكت فيس، هنا يقوم بعمل ديدكت فقط، أو ديدكت أند سيف فيس، يعني أعمل ديدكشن للصورة ثم قم بحفظها. وهنا هجد في هذه المنطقة السورس فايل وبعدها كوما، وأجد هنا أكتب التارجت باس والاسم الصورة الجديد داخل التارجت باس. إن شاء الله في وصف الفيديو أو أسفل الفيديو سأضع لك رابط يحتوي على المجلدين، مجلد خاص بالصور التي رأيناها ومجلد خاص بالديبندينسيس أي المجلد الذي يحتوي على الملفات البروتوتايب التي سوف أستخدمها، في لينك داخل المشروع. وما عليك أن تطبق هذه الخطوات لكي تحدد الفئة العمرية وتحدد الجندر أي الجنس الخاص بنوع الشخص الموجود على الصورة. وأيضا إن شاء الله يوجد أكواد كيف نحدد عمر الشخص وجنس الشخص من خلال استخدام الكاميرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.